حركة الكواكب بتأثر على الزلازل اللي حاصلة اليومين دول والكلام ده، ولا ملهاش علاقة؟ هو احيانا طبعا الى تاثيرات اصطفاف الكواكب بتعمل احيانا لخبطات في الابراج، في الزلازل، في يعني احيانا الى تاثير. طبعا الاصطفاف الكواكب الى تاثيرات، واحنا دلوقتي في اصطفاف؟ يعني داخلين على اصطفافات في الكواكب. طبعا، والاصطفاف ممكن تكون تطول شوي معانا الحركه، الطاقه هي للزلازل او الاعاصير كده. لاني انا شايف هنا في علم الارقام، والله اعلم واعلم طبعا، انه في غايه 25 شهر، 24 25 شهر ده، في يعني اعاصير ممكن بعلم الفلك والطاقه، يعني زي ما احنا نحكي كمان اعاصير. اعاصير ممكن تحصل. نعم، طب وهي بدأت تحصل على هي فكرة بتحصل، بس ممكن كمان في اكتر، اكتر في فتره تانيه، ممكن تكون تدخل في فتره تانيه يعني. ربنا يحمينا يا امين رب. يا رب. عايزين بقى نسأل، ايه موضوع الكوكب الازرق ده ولا القمر القمر الازرق؟ الازرق. القمر الازرق طبعا نحن كتير في ناس بتقول انه هو سلبي مثلا او مش كويس. انا بعتبره لا، مش بمعنى انه سلبي، بالعكس، هو كوكب القمر الازرق هو يعني يعني ايه اكتشافات. القمر الازرق ده؟ يعني القمر بيتحول لونه لون ازرق في ميعاد معين في مثلا؟ كل سنتين ونص تقريبا هو كان عنده تغيير. الكوكب او القمر الازرق كان بتاريخ 2021، حصل بشهر اغسطس، كان من سنتين ونص تقريبا، يعني حوالي لسه ما افتكر سنتين. ايه اللي حصل لي من سنتين، وانتوا برضو قولوا لي، ابعتوا لنا على السوشيال ميديا يعني. ها نعم، هلا هو بعد في عنده كمان بيتكرر ب 26، سنة ال 26 كمان بيتكرر القمر الأزرق. لكن هو أنا بعتقد يعني الكوكب الأزرق مش بمعنى إنه خطورة، خطورة بعلم الفلك، بالعكس هو اكتشافات. وقت تكون القمر أزرق، لأنه هو القمر يعتبر رمز الأنوثة ورمز المد والجزر والبحار والسوائل في الجسم. اوكي، يعني يعني هو دي حاجة حلوة. حاجه حلوه، هو اكتشافات ممكن يكتشفوا في الكوكب القمر الازرق، في اكتشافات عليه ممكن تحصل وقت بيكون القمر ازرق. طب حلو نعم قوي. نعم طيب بص بقى، واحنا بقى يعني دلوقتي بنسجل كده، تمام، انا اديتك تاريخ ميلادي، حلو، عايزاك تحلل لي شخصيتي تمام كده على عينك يا تاجر. على فكرة احنا ما بنخافش. طبعا حضرتك استاذه مي، انت برجك القوس الناري من الابراج اللي انا بعتبره من المحظوظين بدون مجامله، يعني بصراحه المحظوظين. محظوظين ليه بقى؟ كل ده ومحظوظه. محظوظه طبعا. ما شاء الحمد الله، لله على الحمد كل لله ما حال. شاء الله. لاني بصي يا استاذه مي، اليوم البرج القوس كوكبه مستلمه جوبيتر المشترى، هو كوكب الحب، كوكب الحظ، كوكب الفرح والمرح، كوكب الثروه، الحظوظ. انا بعد، لكن على برج القوس دائما يعرف يستغل حظه، يعني يعرف يستغل حظه. في ناس كتير بيقول انا برج القوس لكن مش عارف يستغل حظه. وحسب كمان علم النمرولوجي او علم الاعداد والارقام، احيانا في ارقام ممكن تكون متعبه برج القوس شوي، عاطيه حظ القوس لكن رقمه متعب. لكن انا شايف ارقامك غير متعبه باذن الله، وبرجك حلو، لكن عندك تفكير كعلم الارقام. اذا نحكي اليوم بسبيشال خاص بحضرتك استاذه مي، انت بتفكري كثير 24 ساعه، صح. منتقده، بتحبي الدقه كثير، بتختاري بدقه، ممكن كثير تتعذبي لتختاري شيء معين، كجواز، كشغل، كاي حاجه ممكن تختاريها بدقه. ما باخدش قرار بسهوله ابدا. ايوه، اجتماعيه، ارقامك بتدي اجتماعيه، عندك وسوسه في النظافه جدا. ده الكلام ده علشان برضو مشاهدينا يبقوا عارفين، لبرج القوس بصفه عامه ولا على حسب تواريخ ميلادي؟ التواريخ